هذا الفيديو للبنات، الأولاد لو سمحتوا برا. سكر الباب انت، لا تفتح، لا اجي افتح وجهك الحين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، يا أهلا وسهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامج فيت فطوم، معايا أنا فاطمة الجاوي. قبل لا أبدأ، أول حاجة إذا كانت المرة هذه أول مرة تشوفوني فيها فروحوا شوفوا البرومو عشان تعرفوا إيش الحكاية. ترى لساتنا في ثاني شهر من 2018، واللي ما لحق على الأسابيع اللي فاتت يقدر يلحق. روحوا شوفوا الحلقات السابقة من الروابط فوق وشاركوني تجاربكم على الهاشتاجات. زي ما قلت لكم قبل كده، في آخر كل شهر رح ناخد بريك من الرياضة، بس برضو حنتعلم أشياء كثير عن الرياضة تثقيفية وزي كده. في سلسلة أنا جدا جدا متحمسة أني أبدأها معاكم، وهي سلسلة عن الملابس الرياضية من جوا لبرا. في حلقة اليوم رح أتكلم عن الملابس الداخلية للبنات للجيم، وصدقوني يا بنات ما رح أقدر أقول لكم قد إيش الملابس مهمة 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 في اختياركم لها، لأنه إذا كنت ما أنت مرتاحة في ملابسك فأبدا ما رح ترتاحي في التمرين، وما رح تصدقي تروحي البيت وتغيري. نيجي لعنصر مهم جدا في الملابس الداخلية اللي هو السبورت برا. إذا كنت والأول مرة تروح تسوي شوبينج للملابس الرياضية، فأبغاك تحرص جدا جدا إنك تختاري السبورت برا بعناية فائقة. ومن اسمها سبورت برا، يعني ممنوع تنامي فيها، تاكلي فيها، تشربي فيها، خصصيها بس للجيم. معروف السبورت برا تجي أضيق شوية من البراز العادية، لأنها تصميمها للحركة وليست للروتين اليومي العادي. أهم المعايير اللي تختاري فيها السبورت برا هي المقاس، جودة الماتيريال، القصة أو الموديل. جربت يا بنات أنواع مرة كثير من السبورت براز، لدرجة لما أطالع في واحدة أعرف إنها مريحة ولا ما هي مريحة. نجي للمقاس. في المقاس عادة إذا كنت تلبس الكب سايز حقك سي، فالسبورت برا حقتك تكون ميديوم أو بي، وإذا كنت تلبسي الكب سايز بي فالمقاس حق السبورت برا حقك يفترض إنه يكون سمول، وهكذا دواليك. نجي للماتيريال. أفضل خامة وصلوا لها لحد الآن في تقنية صناعة السبورت برا هي الكول ماكس، وفكرة هالخامة إنها ما تمتص العرق عشان ما تخليك تحسي نفسك إنك تقيلة وكلك موية وكده. يعني بعد الكول ماكس تيجي عندنا خامة السبليكس، وهي أفضل شيء بعد الكول ماكس. بعد كده يجي البوليستر، بعد كده يجي القطن المخلوط بالبوليستر وما إلى ذلك. نجي للموديل. الستراب يا بنات حاولوا قد ما تقدروا ما يكون خفيف زي البرا العادية. هذه اللي بضفاير وربطاء مرة كيوت وكده وحركات، بس مرة ما تتحمل وتدوب على طول. أبعدي عن القصات المعقدة وخليكي بيسك أكتر حاجة. رقم واحد في عالم السبورت برا والمفضلة بالنسبة لي اللي تكون بزبر من قدام. بنات سهولة في اللبس والتفصيخ وما تتخيلي، مريحة جدا جدا جدا. رقم اثنين عندي اللي تكون بمشبك من ورا. صراحة انا كمان افضل اللي تكون بمشبك من قدام، بس الى الان ما شفتها في السوق متوفرة. رقم ثلاثة عندي اللي فيها بطانة، يعني كأنك لابسة اثنين مو واحدة، وهذه اقول لك خذيها بمقاسك العادي، حلوة جدا ومريحة خصوصا مع التانك لانها اكثر تغطية. بنات لا تستخسروا تشتروا سبورت برا غالية، لانها من جد من جد تتحمل كرب، خصوصا اذا تروح الجيم كل يوم، والرخيصة دوب قدام عينك في اقل من شهر. ثاني حاجة ابغى اقول لكم، كل 9 شهور غير البرا. اول شيء لانه مع الغسيل يهلكها، ثاني حاجة لانه مقاس جسمك مع الجيم بيصغر. نيجي للقطعة الثانية في الاندروير اللي هو البانتيز او الكلوت. ضروري يكون مريح، لانك اذا ما ارتحتي فيه راح تغني يا ندمانة. شوفوا عندنا مرة قصات كثير للبانتيز او الكلوت، ابغى اقول لكم ايش تختاروا. افضل 3 موديلات ارشح لكم هي للجيم هي الثونجز والبكيني والهيب هاجر. قماش البوليستر المخلوط مع القطن افضل حاجة الى الان للبانتيز تبع الرياضة. ابتعدي عن السلك، ابتعدي عن الدانتيل، ابتعدي عن الكلف، ابتعدي عن الاقمشة الخرافية، خليكي اكتر شيء بيسك. الى هنا اكون وصلت معاكم لنهاية الحلقة. اذا عجبتكم الحلقة واستفدتوا منها لا تنسوا تسووا لايك وتشاركوها مع صحباتكم عشان يستفيدوا زيكم، وتشتركوا في القناة وتضغطوا زر الجرس عشان تجيكم التنبيهات في تحديات الاسابيع الجاية. لا تنسوا تتابعوني على انستغرام وسناب شات وتويتر وتشاركوني تجاربكم. اشوفكم في الحلقة الجاية. سلام.